لتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول الباحث في الشان العراقي وسوريا الاستاذ ياسر سعد الدين. اهلا بكم الى هذه الجوله الاخباريه. كيف تقرا اعلان الحشد الشعبي حاله التاهب على الحدود العراقيه السوريه؟ يعني السلام عليكم، حياكم الله. حياكم الله. يعني حقيقه يعني المعلومات، يعني نحن الان نعيش في نوع من، يعني خلينا نقول الزخم الاعلامي المزيف. يعني كثير ما تحدث احداث يعني نحاول ان نستقراها، نحاول ان نربط الخيوط، نحاول ان، لكن يعني نضطر الى الاستعانه بالشواهد التاريخيه الحاضره الحديثه. يعني للاسف شديد، يعني في بعض النقاط ان داعش تستخدم غالبا وعاده للتهيئه، خلينا نقول لضربات معينه، لتغييرات كبيره. استخدمت داعش في العراق وفي سوريا لتدمير الحراك السني، ثم بعد ذلك تدمير او لخطف الحراك السني سواء كان في العراق او في الثوره السوريه، ثم بعد ذلك لتدمير حواضن ومدن السنه. نعم. الآن يعني قضية يعني عودة داعش إلى المشهد، يعني كنا نقول دائما أن داعش لا تستهدف إطلاقا عندما تمشي قوافلها في الصحراء، لا تستهدف على الإطلاق، تستهدف فقط عندما تكون في مدن السنة وفجأة تغيب وفجأة يعني تعود مرة ثانية. الآن نحن في عالم، يعني في وضع سياسي في المنطقة، يعني حدث فخم جدا اللي هو حدث جمال خاشقجي اللي قتل بطريقة داعشية. يعني أستاذ ياسر، هل من الممكن أن تكون تلك القوات يعني رديفة لقوى سوريا الديمقراطية التي تتلقى ضربات قوية من تنظيم الدولة خلال الأيام الماضية؟ عفوا، يعني بس خليني كمل نقطة. أنا ما يعني أنا أقول الآن هناك في تغييرات كبيرة جدا في المنطقة بحجة وزارية قضية جمال خاشقجي. هناك إعادة للمشهد الجيوسياسي في المنطقة. في فجأة يتحرك داعش ويضرب ضربة شديدة جدا، ويعترف بعد أن قالوا أنه انتهينا من داعش، ثم بعد ذلك تحشد الحشد الشيعي. يعني بعد الآن، يعني الآن تنتقل إيران من قضية اقتراب موعد العقوبات عليها إلى قضية الزحف باتجاه سوريا. هل هذه الأمور متشابكة مترابطة؟ وهل هناك، يعني للأسف الشديد هناك يعني ما يحدث في، يعني سواء كان في سوريا أو في العراق، يعني هناك اطراف معينه وهناك وجهات معينه ربما للتغطيه وربما للتمهيد لاحداث كبيره جدا. داعش تستخدم فجاه تحيا من رميم وفجاه تضرب ضربات ويكون الاعلان يذكر يعني عن قوتها وعن باسها، وبعد ذلك تختفي في مدن بشكل عجيب جدا. فنحن امام مشهد سياسي معقد، وامام حقيقه يعني تمهيد لتغييرات وتطورات قد تكون يعني ايضا يعني في غير صالح السنه سواء كانوا في العراق او في سوريا. استاذ ياسر، امريكا من جهتها اعربت عن قلق من هذا التحشيد، لكن في المقابل ميليشيا الحشد تتذرع بمحاربه الارهاب. لماذا لا يقوم الجيش الحكومي بهذه المهمه اذا؟ يعني هذا السؤال، اين الجيش الحكومي يعني سواء كان العراقي؟ وين الطائرات العراقيه اللي كانت تضرب المدن السوريه؟ وين اين هذا؟ يعني استخدمت، انا قلت من قبل، استخدمت داعش لتطهير مناطق السنه لتدميرها. اخشى الان ان هناك محاولات تغيير ديموغرافي باستخدام ميليشيات، يعني انا لا يعني يعني اي يعني تنسب الى داعش، او مع العلم ان داعش فيها عناصر كثيره من العناصر المتحمسه، ولكن الان اصبح عند يقين عند ان قياداتها مخترقه، وان يعني كل هذا الضرب وكل هذا القتل في داعش لم يعتقد قيادي داعشي او يحاكم أو نعرف من أين أتوا وكيف تسليحهم وكيف. فالقضية الآن يعني بتقديري أنا هي تمهيد لإعادة، مثل ما تفضلت، أين الجيش العراقي؟ أين التحالف؟ التحالف الآن يعني يعني أنا ذكرت حتى في أحد يعني التغريدات أن الذين قتلوا يعني 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 في جمال خاشقجي خرجوا وقد قطعوا الجثث وهم يشربون الخمر ويأكلون الحلويات. يعني من أين لهم هذه يعني الأعصاب الباردة إلا إذا كانوا متمرسين على القتل؟ وهذا يجي السؤال، من اسس داعش؟ يعني من يستطيع ان يقطع جثه انسان ثم يعود ويخرج ويمارس حياته بكل ابتسامه الا كان انسان ممارس القتل؟ هنا ناتي على السؤال، من اسس داعش؟ واين تعلم هؤلاء القطع وتقطيع الجثث؟ هذا سؤال كبير للاسف الشديد. يعني لحد الان لم نجد يعني مركز ابحاث او دراسات سواء عربي او غربي يبحث في قضيه تمويل داعش وتاسيسه والتحركات، وكل ما تحركت داعش كله في خساره
يعني العرب السنه في العراق وفي سوريا، في كل التحركات وفي كل التحالفات وفي كل يعني استهداف داعش اللي كان هي حقيقه استهداف لمناطق السنه واستهداف المكون السني وتحويل السنه الى كتل هائمه في الصحراء والى يعني قضايا انسانيه حتى لا تثير شفقه احد. وصلت الفكره الاستاذ ياسر سعد الدين الباحث في الشان العراقي والسوري، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.